وفي قراءة لهذه النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية والمتخصص في الشأن الإيراني. أهلا بك دكتور محمد، كيف هي القراءة لهذه النتائج الأولية لا سيما التي أظهرت تقدم للتيار الإصلاحي والذي يأتي في مقدمته بازشكيان على جليلي الذي ينتمي إلى بشكل كبير إلى المعسكر القديم والسياسات الثابتة في إيران ويدعم من مراكز القيادة في إيران؟ صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام. قبل دقائق فقط أعلن وزير الداخلية الإيراني في مؤتمر صحفي في قلب طهران النتائج النهائية الرسمية لهذه الانتخابات، وقال الرجل إن ما نسبته 40% من إجمالي الأصوات البالغ عددهم تقريبا نحو 61 مليون ناخب، 40% منهم ذهبوا إلى هذه الجولة من الانتخابات بواقع 24 مليون 735 ألف ناخب، منهم 10 ملايين و400 ألف تقريبا أدلوا بأصواتهم للمرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان، و9 ملايين و400 ألف تقريبا أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الأعلى في جبهة المحتفظين المتشرذمة وهو سعيد جليلي بواقع 9 ملايين و400 ألف. أما في المرتبة الثالثة أيضا المحافظ البراغماتي رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قليباف حصل على 3 ملايين و300 ألف تقريبا صوت، وفي المرتبة الأخيرة مصطفى بور محمدي حصل على 206 آلاف أصوات من مجموع الناخبين الذين هم تقريبا 24 و700 ألف ناخب. على هذا النحو نحن أمام جولة إعادة بشكل شبه رسمي وفقا لإعلان وزير الداخلية يوم الجمعة المقبل بين المرشح الإصلاحي الأوفر حظا مسعود بيزشكيان والمرشح الأكثر تشددا سعيد جليلي. مجمل القراءة الآن أن جبهة المحافظين التي انقسمت على نفسها لو كانت توحدت على شخص سعيد جليلي لفاز هذا الرجل بما نسبته تقريبا 50% زائد واحد أو أكثر بكثير، وبالتالي يحصل على مقعد الرئاسة من الجولة الأولى. لكن انقسام المحافظين ترك المجال للإصلاحيين اللي يذهبوا إلى جولة إعادة يوم الجمعة المقبل، من المرجح وفقا لكثير من الآراء أن تسفر هذه الجولة يوم الجمعة المقبل عن فوز المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان.